غيث مروان كان ضيف امبارحة ببرنامج لا ناولين خلينا نحكي، حيث سؤل عن موضوع حفل توزيع الجوائز والجائزة اللي تحصل عليها قبل فترة واللي أثارت الجدل أنذاك، وخلقت جدل كتير كبير حول إذا كان يستحق الجائزة أو لا، وإذا كان يستحقها كل من نارين وأسامة بداله، حيث صرح وحسب رأيه أنه كان فيه ظلم، وعلى أنه نارين بيوتي هي من تستحق الجائزة نظرا لكونها بهذا المجال قبل سنوات عديدة. فشو رأيكم بتصريحات غيث مروان؟ شاركوني رأيكم تحت بخانة التعليقات. بحفل الجوائز انت اخذت جائزة، انت نزلت ستوري انه انت في ناس تستحقها اكتر منك اللي هن نارين واسامة، يعني هل كان معهم حق لما عطوك الجائزة او انت ما تستحقها وهن بيستحقوا اكتر منك؟ شوف انا طلعت حكيت لان في ناس طلعوا حكوا انه كيف غيث ياخذوا ابصر شو، حاسين انه انا مبلش مثلا من يومين، فهمتي؟ فانه ما بستحق الجائزه. بس لا، اذا هلا بنعطيها مثلا لحدا من الثلاثه انا بختار اكيد نارين، لان صار له زمان باليوتيوب، فهمتي؟ يعني لما كان اي حدا صار له زمان خلص صار بالعالم، لان مستمره لهلا.